اول حاله معانا يا كابتن بلال، نمشي واحده واحده. شوف هنا الحاله دي مهمه جدا جدا، وهنمشي نحللها بامانه يا كابتن عادل، وهقول لك هنا هل القرار هنا انذار مستحق ولا كان يجب تدخل الفار في هذه الحاله. شوف هنا البنا هنا ادى اصفر، ونشوف هنا خلي بالك هنا بالبطيء، هنا احنا عاوزين اللعبه بالسريع. ستوب، هات لي بقى سن الحذاء. سن الحذاء، بص يا كابتن، التحكيم وتعليمات الحكام يا كابتن عادل، الوجه منطقه حساسه غير محميه، غير الصدر، غير القدم، غير 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 كل الكلام ده. هناك فرق بان سن الحذاء يروح في الوجه، منطقه حساسه وضعيفه جدا، وان سن الحذاء او الشكل ده يروح في الجسم يا كابتن بلال. وانا شايف هنا هنا في هذا القرار البطاقه الصفراء مش كافيه، وكان لابد من طارق مجدي يستدعي الحكم. هنا بتختلف التقديرات، لان انا هنا القوه المستخدمه، سيبك من اللعبه هو بيلعب، في فرق بين انا اروح بوش الحذاء او اروح بسن الجزم وسن الحذاء. فين؟ في الوجه. الوش. في الوجه. كان يجب تدخل طارق مجدي. الفار. الفار كان لازم يتدخل. انا شايف ان الحمراء كانت وجوبيه، وجهه نظري وده رايي. طب خلينا بالمره نطمن الناس على كابتن مصطفى شوبير. هو خد جرح قطعي في الجفن، وتم عمل غرزتين، وبكره هيتعملوا فحص طبي. السؤال هنا يا كابتن، هنا بنقول لك ايه؟ القانون مش انا كابتن علاء، القوه المستخدمه في الوش لما تكون ضئيله اصفر. تاني ده القانون ماده 12، القوه المستخدمه لما تكون ضئيله اصفر. هنا القوه هنا ايه؟ سن الحذاء في الوش مش ضئيله خالص، مش ضئيله. السؤال الثاني، انا النهارده بالرجل دي كابتن انا بلعب كره، هنا الكره بتتلعب بالراس وليس بالرجل. يعني انت كلاعب حتى وشبير طالع فوق، خلي بالك يعني طالع مسافه كمان، وبتروح بسن الحذاء في الوجه، هنا بطاقه حمراء، ونقول ان هنا بطاقه حمراء كان يجب تدخل الفار فيها. دي اول حاجه. حتى لو هي اهمال، حتى لو مش قصد، يعني لو حتى لو مش قصده. ايوه انا اقصد كده، يعني انا مش كابتن. بص هنا في ازاء ولا مش ازاء؟ في طبعا. ممكن انا كلاعب ما اخدش بالي من اللي جاي والعب. أيوة بس انت اذيته. هنا انت مخطئ ايضا انك انت لعبت باهمال، حتى لو انت ما انتش شايف المنافس اللي جاي، لكن هنا المخالفه موجوده، هنا بطاقه حمراء مستحقه لم تشهر لاسلام محارب. ومشين بمعيار واحد يا بلال، مفيش مجاملات لحد.